أنا أخت المعتقل مصعب محمود، معتقل من 14/8/2013 يوم فض رابعة. وطبعا احنا بنروح له زيارة كل أسبوع، أنا ووالدتي أو أنا وحد من خواتي، فبنتعرض لإهانات جامدة هناك. وإحنا أثناء الزيارة تقريبا بنقف حوالي ساعتين أو ساعة ونص قدام باب السجن من بره، وبعد كده بيمر الأكل على السير وبنفتش التفتيش الذاتي، وبعد كده بنخش نقعد تقريبا لغاية العصر. احنا بنكون طالعين من البيت حوالي الساعة 6 صباحا، بنقعد لغاية العصر، وبعد كده بنبتدي بقى ايه اللي احنا نخش بقى ايه الزيارة وكده. فبنتعرض للتفتيش الذاتي تاني مرة تانية، وطبعا يفتشوا الأكل، وحاليا مش بيقدروا يدخلوا أكل، معظم الأكل مش بيقدروا يدخلوه. ومدة الزيارة حوالي 10 دقايق، والدنيا بتبقى زحمة جدا، حتى مش عارفين نقف، حتى يعني مجرد اللي احنا نقف بس مع المعتقل اللي احنا رايحين نزوره، مع البطل اللي احنا رايحين نزوره، بيبقى مش عارفين نقف. بعد كل دوت بنخش قاعة الزيارة، تقريبا كمان احنا بنستنوهم عبل ما يطلعوا لنا المعتقلين، بنستنوا ممكن بنقعدوا بالساعة قبل ما يطلعوا لنا. طبعا العدد كبير جدا، تقريبا بيبقى حوالي 30 كشف. الكشف فيه أسامي 10 أسر، فطبعا كل أسرة لها 3 بيخشوا، فالمكان بيبقى زحمة جدا جدا يعني. ومن بعد إعدام محمود رمضان الوضع طبعا ازداد سوءا، ودلوقتي بينزلوا لأهاليهم المعتقلين، بينزلوا لأهاليهم وهم مضروبين ومدهنين، وفي معظمهم بيتعرضوا للتأديب، ما بينزلوش زيارة أصلا. حتى أهاليهم لما بيجيبوا الزيارة حتى ما بيرضوش يستلموا الزيارة، حتى لو هما مش هيقابلوا أولادهم يعني كده. طبعا الكلام ده كله قبل إعدام محمود رمضان. بعد إعدام محمود رمضان الحال ازداد سوءا، وتعرضوا لتعذيب جماعي، غير إن واحد اتضرب قدام مامته وكل الموجودين. هو بيقول للظابط طب أقول لماما لوالدتي بس كلمة واحدة، فراح الظابط راح ضربه من غير أي سبب.